والله هو ماشي بالقانون. لا ماشي على القانون. وإذا في معاد الانتخابات أهلا وسهلا، أنا مرحب بالقرار تبعه، فيش مشكلة. كيف بده يصير انتخابات؟ غزة لحال والضفة لحال؟ لا يمكن. أول إشي يصطلحوا مع سوا ويقعدوا مع سوا ويكونوا على ضرب واحد. أول إشي المصالحة والوفاق الوطني، وحدة وطنية، يكونوا كلهم متفقين على رأي، وبعدين بصير الانتخابات. أما في الانقسام والانعزال يصير انتخابات، هذا يعني غير منطق. وضع فلسطيني. في تقديرنا في حركة الجهاد الإسلامي أن المرسوم الرئاسي لإجراء انتخابات في يناير 2010 دون توافق فلسطيني ودون توقيع اتفاق مصالحة، هذا الأمر سيزيد الأمر تعقيدا وسيعمق الانقسام. إن إصرار محمود عباس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية دون توافق فلسطيني وعلى أرضية الحفاظ على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني يكشف نواياه المبيتة بتزوير تلك الانتخابات وحسم نتائجها مسبقاً. في هذه المسيرة الجماهيرية والتي تنظمها